أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مرة تانية. طبعا إحنا بالدرس السابع اليوم من دروس 4000 كلمة شائعة في اللغة الإنجليزية. طيب اليوم أول كلمة راح تكون معنا اللي هي كلمة loud. loud loud هي adjective صفة معناها عالي. loud loud نأخذ مثال على هذه الكلمة. the man's voice معناها صوت was so loud يعني كان عالي جدا. The man's voice was so loud. عالي جدا. هاي الكلمة الأولى. نأتي إلى الكلمة الثانية. طيب. الكلمة الثانية nervous. Nervous. وهاي أيضا adjective. وهاي الكلمة adjective قلنا معناها صفة. Adjective صفة ومعناها إيش؟ معناها nervous. Nervous. من كلمة نيرف، نيرف أعصاب، نيرفس عصبي، نيرفس عصبي يعني معصب أو عصبي. مثال an example مثال the boy was أو became the boy became nervous when he heard معناها سمع heard the news لما سمع الأخبار. news هون معناها أخبار. لما سمع الأخبار عصب. طيب number three كلمة ثالثة noise هون noun اسم noise اسم noun noise. مثال The crying baby made a loud noise. ضجيج. إذا النويز معناها إيش؟ ضجيج نويز. طبعا في كلمة noisy صارت الأدجكتف منها مزعج noisy. طيب نأخذ الكلمة الرابعة number four project هاي اسم معناها مشروع. project مشروع noun اسم. طيب مثال نأخذ مثال على هذه الكلمة I need to stay at home today نقطة. I should write my project. I should write my project. طبعا مشروع عنده مشروع مثلا بده يسلمه لمدرسة بيسلمه لجامعة إلى آخره. So I should write my project. I need to stay at home. I'm not going with you. طيب الكلمة الخامسة نأتي إلى الكلمة الخامسة. الكلمة الخامسة scare هاي الكلمة verb scare ومعناها إيش؟ يرعب أو يخيف. يرعب أو يخيف. طيب نأخذ مثال على هذه الكلمة مثال example
example مثال my uncle معناها عم أو خال was scared by what he saw in the room. إذا كان عمي أو خالي خائفا بسبب إيش ما رآه what he saw بسبب ما رأى في الغرفة. طبعا هذا نهاية الدرس، هذه نهاية الدرس اليوم، وإن شاء الله نراكم في الدرس السابع. هذا الدرس السابع، نراكم في الدرس الثامن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.